إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد خص هذه الأمة المحمدية بفضائل ومزايا لم تكن في الأمم السابقة، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بأفضل كتاب وأفضل رسول، وجعلهم خير أمة. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجعل هذه الأمة شهيدة على الأمم يوم القيامة، وغير ذلك من المزايا التي أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية المباركة. ومن العطايا العظيمة التي أعطاها الله عز وجل هذه الأمة المحمدية ما خص هذه الأمة بمزية عظيمة أضل عنها اليهود والنصارى، أن خص الله هذه الأمة بيوم الجمعة. فيوم الجمعة يا عباد الله من أعظم العطايا وأجزل المزايا التي أعطاها الله عز وجل هذه الأمة المحمدية، فقد أضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى. وهذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وتقوم الساعة في يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن الذين من كان قبلنا أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، وقد فُرِض عليهم هذا اليوم واختلفوا فيه وأضلهم الله عنه، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقد حسدنا اليهود والنصارى على هذا اليوم العظيم، لأن هذا اليوم المبارك فيه من المزايا والعطايا التي لا تكون في بقية الأيام. فاستشعروا يا عباد الله هذا الفضل العظيم، وهذه العطية الربانية من ربكم سبحانه وتعالى، فابحثوا عن أحكام هذا اليوم وعن سننه ومستحباته، وبادروا إلى العمل بها، فإن المسلم عليه أن يشكر الله عز وجل على ما من الله عليه من هذه النعم العظيمة الجزيلة. وإن من أعظم المزايا وأجزل العطايا التي أودعها الله عز وجل في هذا اليوم المبارك عمل صالح غفل عنه كثيرون، بل غفل عنه صالحون، عمل هو من أوسع أبواب الحسنات، ترفع به الدرجات وتحط به الخطيئات، إنه عمل مبارك جليل،
إنه البكور إلى الجمعة، فإن البكور إلى الجمعات من أعظم الطاعات، وفيه ترفع الحسنات وتحط الخطيئات. نعم يا عباد الله، فقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرغب في البكور، ما يجعل المسلم يحرص على التبكير إلى صلاة الجمعة ليحصل مناله بتحصيل الحسنات الرفيعة والأجور المضاعفة من رب العزة والجلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف واستمعت الذكر. وهذا ترغيب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في البكور إلى الجمعات. وإن من أعظم الأحاديث التي وردت في التبكير إلى الجمعات وترتب عليها فضل عظيم، حتى قال عنه بعض أهل العلم: إنه لم يأتِ حديثٌ فيه فضلٌ في فضائل الأعمال كهذا الحديث، وهو حديث أوس بن أوس الحُداثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسَّل واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوةٍ يمشيها أجر سنةٍ قيامها وصيامها. انظر إلى هذا الحديث العظيم، وإلى هذا الفضل الكبير لمن بكَّر إلى الجمعات، له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. والله إنه لأجرٌ عظيم وفضلٌ كبير لا يفرِّط فيه إلا محروم. ليس قيام يومٍ أو يومين، وليس صيام يومٍ أو يومين، بل هو كأجر صيام وقيام سنةٍ كاملة بكل خطوةٍ تخطوها إلى الجمعة. وقد كان السلف يا عباد الله يحرصون على التبكير إلى الجمعات. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى، ونقل هذا غير واحد من أهل العلم، قال: كان يُرى في القرن الأول الطرقات مملوءةً من الناس، ومعهم السُّرُج يخرجون إلى الجوامع كأنها أيام عيد، أي من كثرة الناس في تبكيرهم إلى صلاة الجمعة، حيث إنهم يخرجون بالسُّرُج، أي أنهم يخرجون في وقت السحر وبعد طلوع الفجر مباشرة لتحصيل التبكير إلى صلاة الجمعة. وقال: وقد قيل إن أول بدعةٍ أُحدِثَت في الإسلام تركُ البكور إلى الجمعات. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرِصون على التبكير إلى صلاة الجمعة، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علقمة، خرجتُ مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثةً قد سبقوه، فكأنه عاتب نفسه رضي الله عنه وقال: رابع أربعة ليس ببعيد. نعم يا عباد الله، إن البكور إلى الجمعة من أوسع أبواب الحسنات ورفعة الدرجات والقرب من علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالبكور البكور، والأجور الأجور، فالبكور البكور، والأجور الأجور، والبدار البدار، والسباق السباق. وفي هذا فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون، أولئك المقربون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد قال بعض أهل العلم:
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. قال: وهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى كما جعل في الأعياد قرابين يتقرب بها الناس، ففي عيد الأضحى يتقرب الناس بالذبح، وفي عيد الفطر يتقرب الناس بالصدقات والزكوات، جعل في يوم الجمعة القربان البكور إلى هذه الصلاة. فهذا يا عباد الله فضل عظيم وأجر كبير، أن الله سبحانه وتعالى جعل البكور إلى هذه الجمعات يقوم مقام ذبح القرابين وتوزيع الصدقات والزكوات. فيا غبنة من ضيع تقريب القرابين ودفع الزكوات والصدقات من غير ذبح يذبحه ولا مال يدفعه، ويا حظ من قرب القرابين ودفع الزكوات ودفع الصدقات من غير ذبح يذبحه ومن غير مال يدفعه. فالبكور يا عباد الله إلى هذه الجمعة لتحصلوا على الثواب وعلى الأجر من رب الأرباب سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكر به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.